يعاني البعض من مسمار القدم وتتعدد أسباب الإصابة فيها، وتتعدد معها أكيد طرق التشخيص والعلاج. رح نتكلم اليوم عنها بتفصيل وحقائق علمية مع ضيفنا في الاستوديو أستاذ عبد الله عربي، أخصائي طب قدم. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الله. حياكم الله وبياكم، إن شاء الله نقدم محتوى يليق فيكم ويليق بالمشاهدين بإذن الله. أستاذ عبد الله، لما نتكلم عن مسمار القدم، إيش هو بالضبط مسمار القدم؟ لأن اختلفت فيه التعريف. صحيح، هو مسمار القدم هو عبارة عن زوائد جلدية تطلع على رؤوس العظام نتيجة الضغط والاحتكاك العالي ما بين القدم والحذاء، وأحيانا يعاني منها الأشخاص اللي يكون عندهم على سبيل المثال روماتيزم أو ريماتويد، لأنه يكون عندهم شوي اختلاف في ميكانيكية القدم أو حركة القدم، فمع الاحتكاك العالي الاحتكاك الشديد تتكون الزوائد الجلدية. يعني مسمار القدم نقدر نقول انه هو زوائد جلديه، ما هو مسمار بمعنى مسمار، يعني ما هو شيء يطلع من جسم الانسان ويكون مثلا جسم غريب، فلذلك سميته مسمار القدم. وبعدين هل هو مؤلم استاذ عبد الله؟ والله شوفي ما اخفيكم، يعني هو اذا كان على عصب فهو مؤلم زي الم الضرس. نعم. مؤلم. البعض يعتقد، المره جاني واحد في العياده قال انا عندي مسامير، قلت وين اطلعها؟ في جيبك؟ قال لا، مسامير في قدمي، لأنه طالعت له بمجموعة كثيرة، لأنه أحذيته الله يعزكم المسامعين جميعا أحذيته سيئة، فمع الضغط العالي تكون عنده في باطن القدم مسامير كثيرة. كيف يكون الحذاء سيء؟ على أي أساس؟ ممكن الكعب العالي، خاف يزعلون علينا السيدات. السيدات في ناس يلبسون أحذية غير مناسبة، يكون عنده يعني إحنا عندي أنا 26 عظمة في القدم وعندي 33 مفصل، فإذا كان في خلل في مفصل من المفاصل هذه تتغير ميكانيكية أو حركة القدم، فيصير في ضغط في منطقة أكثر من المنطقة الأخرى، فإذا كان الحذاء غير مناسب مع الاحتكاك الكثير تكون الزوائد الجلدية. طبعا هي ما تطلع في يوم وليلة، تأخذ لها وقت عشان تتكون. طيب، يعني شائع بين الناس يقول لك إنه مسمار القدم هو نفسه التهاب اللفافة الأخمصية، صحيح؟ هل هذا صحيح أو نحن مختلفين عن بعض؟ لا، هذا مختلفين تماماً، لأن مسمار القدم زي ما ذكرت زوائد جلدية، التهاب اللفافة الأخمصية أو اسمها العلمي بالإنجليزي اللي هي البلانتر فاشايتس، هذا ألم يجي في منطقة كعب القدم نتيجة المشي حافي على الأسطح الصلبة مثل سيراميك رخام باركيه، البرودة تمتصها الأنسجة فيتكون الالتهاب. فالبعض يعتقد يجي يقول أنا عندي مسمار قدم، يعني هذا التهاب فعلا، هذا التهاب وهذه زوائد، وهذه زوائد جلدية. نعم. والناس ما تفرق بعد بين التهاب اللفافة الأخمصية أو مسمار قدم والثواليل. ثواليل هذا طبعا علم آخر. نعم. فحتى في طريقة العلاج مع الأسف الكثير ما يعالجها بالشكل الصحيح. طيب سيد عبد الله، الخطوات الأولية اللي لازم يتخذها أي شخص يبدأ يحس إنه بداية مسمار القدم، إيش هي تكون؟ والله حنا ننصح نقول أفضل تراجع المختصين عشان يزيلونها بالطريقة الصحيحة. ممكن نستخدم إحنا نسميه حجر الخفاف أو المبرد، نحط الأقدام في موية فاترة أو دافية مدة 10 دقائق ربع ساعة، وبعدين بالمبرد مجرد ما نفرك عشان نخفف نسبة الزوائد الجلدية. إذا حسيت إنه الألم شديد وما تعالجت تتوجه للمختصين عشان يعالجونها بالطريقة الصحيحة. أحياناً دكتور، يعني لما يعملون الأظافر أو الباديكير مانيكير في الصالونات يقول لك بردوا لي إياها يعني أو شيلوها بالمقص أو بشيلوها يعني بطريقة، يمكن الشخص أو المختص اللي يعمل هذا الشيء ما يدري وش السالفة، اللهم إنه جلد زايد وخلاص. هل ممكن هذا يزيد الأمر سوء إذا تعاملوا معاه بهالطريقة؟ إحنا ما نبي نخوف الناس، ولكن إحنا دائما ننصح نقول رجاءً، يعني الأشخاص أنا أحترم الجميع ولكن الأشخاص هذول غير مختصين، فهو يشيل بأدوات حادة. على سبيل المثال ممكن الشخص مصاب بداء السكري، ممكن يكون عنده ضعف في التروية، ممكن يكون عنده مشاكل صحية، فأنت تشيل الزوائد الجلدية هذه وتسبب له جرح، والجرح هذا لا سمح الله ممكن يعني يكون هو البوابة إلى البتر. يعني بنشوف من شيء مرة تافه وشيء الواحد ما يتخيله، فعشان كذا رجاء يعني في مسمار قدم راجع المختص يشيله بالطريقة الصحيحة. حتى الأدوات اللي يستخدمونها ما نعرف هل هي معقمة، هل هي طبعاً أدوات مناسبة أو غير طبعاً مناسبة، فعشان كذا أنا دائما يقولون بالعمي يعطي الخباز خبزة وهو يقوم بالواجب. بالعادة لما نشوف الصورة التشريحية لمسمار القدم أحيانا يكون عميق من الداخل إلى الخارج وأحيانا يكون سطحي. طيب هنا يعني إيش السبب في التكون المختلف؟ هل هو بالأساس تكونه من الداخل إلى الخارج ولا بيكون سطحي؟ هو مع كثر الضغط القدم أو الجلد يحاول يحمي نفسه، فمع كثر الاحتكاك تتكون الزوائد الجلدية تصير جدا عميقة،
فهنا عشان كذا احنا نقول لازم مراجعه المختصين في البدايه. الواحد يبدا يشيل ممكن في البيت، بعضهم يشيله زي ما تفضلتي بمقص او بناس يستخدمون امواس الحلاقه عشان يشيلونه، فالمختص راح يشيل لك اياه من الاساس من جذورها وترتاح. طيب اذا انا تجاهلت الموضوع وما عالجته، ايش ممكن تكون المخاطر؟ مخاطر نوعين، النوع الاول الم مستمر، يعني الواحد يتحمل الالام، والمخاطر الثانيه اذا كان زي ما ذكرت سابقا مصاب بداء السكري او عنده مشاكل صحيه ممكن لا سمح الله تؤدي الى جروح، وجروح ممكن الواحد يتجاهلها مبدئيا بس بعدين يكتشف انه في نزيف في باطن القدم، فتجي انت في هدف انه انت بتشيل المسمار تتفاجئ انه في جرح عميق تحت. احنا ما نبي نخوف ولكن احنا هدفنا التحذير والتوعيه. نعم. ايضا في الصيدليات متوفر كثير من اللصقات او الكريمات المراهم اللي تستخدم، ويقولون ان مع الاستخدام ممكن انها تزيل مسمار القدم، هل هذه الطريقه او اللي يتبع هذه الطريقه هل هي يعني نافعه؟ احنا بنتكلم علميا طبعا، اذا تكلمنا علميا يعني علميا الكثير حذر منها، لان هذه مواد فيها مواد حارقه او مواد كيميائيه ممكن تشيل الجلد الكويس والجلد اللي فيه مشكله فتسبب لنا هنا حروق، لانه يجي اللصقه ممكن بالشكل هذا انت تحطها على المكان ممكن مسمار يكون حجمه صغير، فالمواد هذه الكيميكال او كيميائيه تحرق الجلد الكويس والجلد اللي اساسا فيه مشكله، ونتفاجأ بمجرد ما نشيل اللصقات هذه او البلاستر انه المسمار ما زال موجود. في ناس يستخدمون كريمات ويبدا يستخدم مره مرتين ويشكل، كل مره يجيب كريم ويطلب من موقع ويطلب من مدري وين من برا، وفي الاخير يتفاجئ انها كلها ما تروح. في ناس يروحون عند اشخاص غير مختصين او اشخاص ما شخصوه بالطريقه الصحيحه فيبدون يعالجونه بالكي البارد وبرضه ما يروح مسمار القدم، لانه عندنا مشكله احنا في التشخيص اساسا. طيب لو كانت سطحيه يعني استاذ عبد الله نبغى نعرف، يعني بنسمع بواحده مثلا من الحلول المنزليه زي ما ذكرت الماء الفاتر وحط مثلا خل او بعض الاشياء اللي هي ممكن انها تخلي هالمسمار يعني جحالا من الضمور، هل هذه مثلا حلول اقول ان هي ممكن تكون مناسبه اذا كان المسمار سطحي مثلا؟ بنحط مويه بس بدون خل. طيب اي لانه المويه اذا كانت فاتره مع المبرد او زي ما ذكرت حجر الخفاف باذن الله انه هي يخفف الزوائد الجلديه وتروح. الخل احيانا بعض الناس ممكن يكون عنده تشطبات في منطقه كعب القدم او يكون عنده جرح بسيط، فالخل ممكن يسبب لي مشكله وبدال ما انا اعالج مشكله ادخل في مشكله اخرى. الاعمار اللي ممكن تصاب بمسمار القدم؟ ما في عمر محدد للامانه، ولكن الجميع هو شائع عند النساء اكثر من الرجال، بيزعلون علينا ولكن هذا علميا احنا نتكلم، يعني ما اجيب شيء من عندي، انه شائع عند النساء اكثر من الرجال، ما في عمر معين، ممكن يطلع للاطفال. اذا قلنا الاطفال يعني مو الطفل وعمره سنتين ثلاث سنوات، ولكن مجرد ما اي شخص يمشي ممكن يكون معرض لمسمار القدم. دائما يقول لك الوقايه خير من العلاج، فلذلك نبي نتكلم عن اساليب الوقايه او الاشياء اللي الواحد يسويها بحيث انه يتفادى موضوع مسمار القدم. كمان السيدات اللي مضطرين انهم يلبسون كعوب او هاي هيلز مثلنا، ايش الاشياء اللي ممكن الواحد يمارسها او يسويها؟ يعني زي مثلا في محلات الاحذيه عزكم الله هذه الجل اللي تنحط بحيث انها تريح القدم والى اخره، وايضا في اختيار نوعيه الاحذيه ان صح التعبير. صح، اختيار الحذاء المناسب جدا مهم، مع الاسف البعض يتهاون في الشيء هذا ويقول انا بأشتري اي جزمه الله يعزكم وخلاص، يتفاجئ انه الجزمه هي اللي سببت له المشكله. نعم. فاختيار الحذاء المناسب امر جدا جدا، شلون اعرف ان هذا الحذاء مناسب؟ جدا مهم. احنا دائما نقول لا سعر ولا شكل ولا لون أكيد. ولا ماركه تعد مقياس الحذاء المناسب. الواجب الواحد يعني يصدق اللي تقول له اياه اقدامه، القدم ما تتكلم ولكن تحس انت اذا لبست حذاء ضيق. شائع سابقا يقول لك اذا كانت الجزمه ضيقه بعد يومين ثلاث ايام بتتوسع، وهذا مفهوم غير صحيح، اذا كانت ضيقه راح تظل ضيقه معك. اهم شيء يكون الحذاء مناسب مريح، الاقدام الاصابع ماخذه حريتها وقت الحركه، دائما ننصح نقول الحذاء برباط او لاصق، اللاصق نمنع كبار السن واللي عندهم سمنه مفرطه وروماتيزم او اللي عنده ضعف في النظر، لانه ممكن ما يربط الرباط بشكل صحيح ويسبب له سقوط، ما يكون لين بالشكل يعني
في بعض المحلات تروح يصفط الجزمة ويقول لك هذه خفيفة ومريحة، هذه ممكن أصفطها وأحطها في جيبي. حقيقة يعني هذه النوع من الأحذية يلبسونه اللي حقين الجمباز وحقين الباليه، بس تكون يعني تتحرك تنصفط بشكل نسبي وتكون مناسبة. ما نبي نذكر ماركة أو براند معين ولا سعر معين، يعني أهم شيء تكون أو الحذاء، يعني دائما أنا أعرف يقول لك خذ أكبر من مقاسك بمقاس عشان يعني يكون في مسافة بين الأصابع وبين نهاية القدم. ففعلا فعلا لازم يكون في نص إنش ما بين أطول صباع في القدم ومقدمة الحذاء. دائما أطول صباع في القدم بشكل عام يكون الإصبع الثاني. ممكن نستخدم البطانات أو نسمونها الحشوة اللبادة الدعامة اللي تكون موجودة داخل الحذاء، هذه تساعد انها تعطي راحه، واذا كان في تشوهات في القدم تخفف الضغط، وباذن الله ان شاء الله تخفف مسامير القدم. نعم استاذ عبد الله عربي اخصائي طب الاقدام، شكرا جزيلا وشكرا لنصائحك في هذه الفقره. شكرا لك. عفوا الله يعطيكم العافيه. مشاهدينا بعد الفاصل، الفضول او حتى اللقافه متى يكون محمودا ومتى يكون مذموما اجتماعيا؟